اعلن على بدايه مواجهه المدينه العليا القنيطري ولوكوس القصر الكبير. نبدا بالمقابله من مدينه القنيطره محمد دادي، كانت تسديده مباشره من عثمان علوي لكن الحارس عبد الكريم كواسكي بعد الركنيه لصالح يعطيها الزميل ديالو حمزه كعواق، يحاول المراوغه مقطوعه من علي المعروفي، علي المعروفي تسديده، الهدف الاول، الهدف الاول في هذه المقابله. كانت مراوغه جميله من علي المعروفي وتمريره امام المرمى الفارق، ويونس عصعص ما كيرفضش الهديه، يونس عصعص كيسجل الهدف الاول لصالح لوكوس قصه كبير تقريبا مناسب معروف بالتسديدات البعيده ديالو. يعني كان جميلة، هدف جميل، رشيد بخيسي كيضغط، كيضغط على لاعب لوكوس القصر الكبير عثمان علوي، ورشيد كيتمكن من تسجيل هدف التعادل للمدينة العليا. كان أبوشدام يحاولوا اللاعبين اللي حافظوا على الكرة ديالهم، الكرة عند إلياس الشاكي، كاين فارد بربيع الزعري، جول على الهدف الثاني، الهدف الثاني، الأولى تمكن لها ربيع الزعري من التصدي، والثانية ما كانش موفق، وإلياس شاكير كيوضعها بكل براعة بهدوء بطريقة جميلة، كانت طوالة من رشيد دخيسي. إلياس شاكير كينفرد بالكرة وكيسجل الهدف الأول ديالو في هذه المقابلة والثاني لصالح المدينة العليا. المدينة العليا كيتقدم بهدفين مقابل هدف واحد. كيرجع في الوقت المناسب كتمشي التماس لصالح المدينة العليا، مشات عند أيوب السلامي، أيوب السلامي كيسجل الهدف الثالث لصالح المدينة العليا. يعني كان التنفيذ سريع من طرف رشيد دخيسي، أيوب السلامي كيسددها بدرازة دائما عند علي المعروفي، علي المعروفي كيحاول تسديد ديالها والتصدي جميل مرة أخرى من طرف الحارس عبد الكريم كرواز، كانت مباشرة من علي المعروفي لكن عبد الكريم كرواز كان في المكان المناسب. كيتقدم كيتقدم غيبحث على تسديد مباشرة وفي المكان المناسب. دائما كنقولوا اللي كينقاد لوكوس قصر كبير من تلقي الأهداف في عديد من المقابلات هي الخبرة ديال الحارس ديالو ربيع الزعري، لأنه عند امين حس لمسه فنيه جميله، مراوغه جميله من امين حس وتسديده، ولكن تصدي في الوقت المناسب من الحارس ربيع الزعري. كانت لمسه فنيه من محمد امين حس لكن ربيع الزعري تصدى لها في الوقت المناسب. كترجع عند محمد امين حس، استمر في الامتياز ديالو في هذه المقابله امام نادي القصر كبير. الكره عند ايوب يونس عصعص، يونس عصعص بطريقه جميله كما قلنا، يونس عصعص لاعب كيمتاز بالمهارات الفرديه العاليه، هذه اللقطه وبطريقه جميله كيسجل هدف تقيس الفريق، الهدف التالي. قبل هذه المباراه هنا في قضيه قاعه القدر تابعنا مباراتين، الاولى كانت جمعت المستشفى الاسباني التطواني ونادي سجلت قويه ضربه جزاء، ضربه جزاء لصالح لوكوس قصر كبير، عقلت اللاعب يونس عصعص والحكم سعيد حود كيعلن على ضربه جزاء لصالح لوكوس القصر الكبير. يعني ما بقاش بزاف على النهايه، الحكم صفر، خالد كره كيتقدم كيتقدم كيسدد الهدف، وخالد كيتصدى ليها، كان تصدي جميل، عبد الكريم كرواز كيتصدى بنجاح لهذ الكره، كانت تسديده قويه من خالد كوعي لكن عبد الكريم كرواز كيتصدى بنجاح وكينقد الفريق ديالو من تلقي هدف التعادل. عبد الكريم كرواز النجم فوق العاده، النجم على اللقاء بامتياز، خالد كوعي ما كانش محطوط في النقطه الاخيره، خالد كوعي والهدف، خالد كوعي كيكفر على الخطا ديالو، خالد كوعي كيكفر على الخطا ديالو، ادى ضربه جزاء تصدى ليها بامتياز الحارس عبد الكريم كرواز، خالد كوعي رجع وكفر على الخطا وسجل هدف التعادل اللي صالح لوكوس القصر الكبير. عند ايوب دراسا وخروج موفق من عبد الكريم كرواز ونهايه المقابله المثيره بالتعادل الايجابي، ثلاث اهداف مقابل ثلاثه ما بين المدينه العليا القنيطري ولوكوس القصر الكبير. كان معكم عبر الفاجر سبور المهدي قشيني، ونضرب لكم موعدا في وقت لاحق ان شاء الله. يعني هذه المقابله كان عندها واحد طابع خاص بحكم ان فريق المدينه العليا القنيطري هو الفريق ديالنا السابق اللي اشتغلنا فيه الموسم الماضي، بطبيعه الحال كيبقى ديما المدينه العليا فريق قوي
اللي دائما تيبصم على مباريات قويه، بالرغم ان يعني التشكيله البشريه ديالو ديال الموسم الماضي او الموسم اللي قبل انها تبدلات بواحد 90 حتى 95%، لكن معظم العناصر اللي كيلعبوا في المدينه العليا هذه السنه يعني بينوا على كفاءات ديالهم طيله يعني المباريات الفارطه، وحتى في هذه المباراه هذه يعني كانوا ند ند. غادي نقول حنايا الصراحه التعادل بطعم الخساره للمدينه العليا، لان تعادلنا معهم حتى الثواني الاخيره كيستحقوا انهم ياخذوا 3 نقاط في هذه المقابله، كانوا مركزين بشكل كبير يعني عرفوا يلعبوا على الاخطاء ديالنا. احنا الفريق ديالنا للاسف مازال ما اكتمل العناصر ديالو، عندنا مجموعه من الاصابات يعني حتى في الشوط الاول ما بغيناش نغامروا باللاعب ايوب درازال لانه مازال كيتماثل الشفاء، فاضطرينا ان ندخلوه لما كانت النتيجه 3-1، وشفتوا كيفاش يعني حصلنا على ضربه جزاء ضيعناها واستطعنا اننا نعدلوا النتيجه في اخر الثواني. بكل صراحه المباراه اليوم ما كترقاش لذاك المستوى ديال فريق اللوكوس القصر الكبير اللي باغي يلعب على يعني الادوار الطلائيه والمراتب المتقدمه. بكل صراحه يعني المستوى ديالنا في هذه المباراه هذه ما كيبينش اننا فريق اللي نقدروا نحققوا شي حاجه في البطوله، لا سيما ان ان شاء الله كنطلبوا من الله ترجع العناصر، لان كما عرفتي راه فوتسال راه الا ما عندكش التغييرات فصعيبه ان اللاعبين يلعبوا تقريبا 20 دقيقه الاولى ما كان حتى شي تغيير. في الشوط الثاني عملنا على اقحام بعض العناصر الشابه ديال مدينه لوكوس القصر الكبير اللي حتى هما يعني بذلوا واحد المجهود، والحمد لله الحمد لله على التعادل، ولو ان المدينه العليا كان في النظر ديالي انه كان كيستحق 3 نقاط. كان بكل صراحه السي عمر هذه هي النقطه الايجابيه هذا الموسم هذا، فكما شتي في هذه المباراه مباريات سابقه اللي اعتمدنا على اننا كنحاولوا نعطيو الفرصه لابناء المدينه باش حتى هما ان شاء الله من هنا لقدام يقولوا الكلمه ديالهم. فاليوم كما شتي راه كان اللاعب ايوب اللي بين على مهارات ونديه عاليه، يعني اول موسم ديالو في الفوتسال ماشي حتى يعني اول مره كيلعب الفوتسال، فبين على انه لاعب قادم ان شاء الله. كاين مجموعه من اللاعبين بكل صراحه كاين مجموعه من اللاعبين في مدينه القصر الكبير اللي كيتسناو الفرصه ديالهم، يعني خاص غير شي شويه ديال الوقت وان شاء الله غادي تشوف القصر الكبير في باقي الدورات، يعني غتكون من معظم العناصر غادي يكونوا ابناء المدينه، خاصهم غير شي شويه ديال الوقت، يعني ما نقدروش نغامروا بهم هذا الموسم هذا، يعني كل ما تاحت الفرصه غادي نعطيوهم الفرصه ديالهم ان شاء الله تيتاقلموا مع اجواء البطوله، لا سيما ان راه الدوري يعني الدرجه الاولى راه صعيب ماشي ساهل، فيمكنش حتى حنايا ندخلوا لاعب اللي غادي نقدروا نقضيو عليه يعني يدير شي خطا ولا يدير اللي غادي يبقى يفكر فيه بزاف، فكن يعني كنختاروا الاوقات الثانيه اللي يمكن اننا ندخلوا فيها الدراري اللي ما عندهم تجربه، والحمد لله راه شتي اليوم راه كنا كاع منهزمين ب3-1 ودخلنا 2 دراري ديال ابناء القصر الكبير وبدلوا واحد المجهود اللي يعني ساعدوا في اننا رجعنا في النتيجه الحمد لله. عمل كبير اللي تقوموا به اننا ولينا كنشاهدوا تقريبا جميع المباريات عبر القناه الالكترونيه ديالكم، شكرا بزاف.